هي المفروض تنزل 31%، 31.5 كده يعني، ولا ايه؟ ايوه، عن سعر العربيات اتحدث ليه؟ انا بقول كده لانه احنا كان عندنا تسعير للعربيات على سعر دولار 70 جنيه، النهارده لو احنا بنتكلم في الدولار تقريبا 47.5، يبقى احنا بنتكلم في حوالي 22.5 جنيه من ال70، يعملوا من 31.5 31.7. اظن ده اللي المفروض ننزل فيه من السعر الرسمي، مش من الاوفر برايس. بس خليني اقول لك انه بعض العربيات اسعارها نزلت 300، والبعض نزل 400، والبعض نزل 600، ويقال والله اعلم ان في البعض نزل لحد 900,000. طيب السؤال بقى، النزول ده من الاوفر برايس ولا من السعر الرسمي؟ في وكلاء نزلوا من السعر الرسمي بس العدد قليل. نفهم اكتر من علاء بي سبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، وطبعا غني عن التعريف. ازي حضرتك علاء بي؟ اهلا اهلا استاذ اخ، اخبارك ازاي؟ الصحة كله تمام؟ الله يخليك، الحمد لله. اسعار العربيات، وانت ادرى باسعار العربيات، قول لي عايز تسأل على ايه؟ تحت انا أمر. عايز انزل كل اسعار. انا اللي انا بفكر فيه هو كالاتي، انه اذا الدولار كان زمان بيتسعر على 70 طبقا للسوق الموازية، وكان المستوردين بيستوردوا على هذا السعر، وبالتالي حصل التسعير كده للعربيات. النهاردة الدولار مثلا 47.5، يبقى أنا التسعير بتاعي يعمل تقريبا خفض حوالي 31.7 تقريبا. مظبوط. بس أنا ما لقيتش الأسعار نزلت 31.7%، ليه بقى؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه. هو بص، احنا يعني انا هجيب الحكايه من الاول. احنا لما كان اللي فعلا الدولار كان وصل في اخر شهر يناير في حوالي 70 جنيه، وده كان اعلى سعر في العربيات ساعتها. ايوه، جت الاتفاق، مجرد الاعلان عن اتفاق مشروع راس الحكمه او الصفقه بما فيها من ايجابيات لتداول او وفره العمله الصعبه او الى اخره، احنا نزلنا فعلا. كان الدولار نزل ساعتها ل 60 62، بناء على الاخبار الايجابيه نزلنا على طول حوالي 10 12% اللي هم الفرق من 70 ل 62. بعد التوقيع مباشره على الصفقه في شهر فبراير، برضه في حاجه و20 23، اعتقد 24 فبراير، نزلنا تاني. الدولار نزل ساعتها ل 52 و50، والمنطقة دي كده، والناس نزلت فعلا كمان حوالي 15%، دخلنا فعلا زي ما حضرتك بتتكلم كده قريب من ال 30%. ونصحنا الناس ساعتها بالشراء شوية، لأن كان في يعني احنا متخيلين من يعني من الأقوال والأخبار والخبرة السابقة مثلا في بعض الحاجات، إن احتمال يحصل تعويم أو تحرير لسعر الصرف بعد كده، لأن تحرير سعر الصرف اوتوماتيكلي بيقوم مأثر في الجمارك. طبعا. واخد بال حضرتك؟ فكانت العربيات نزلت فعلا كده لغاية ما حصل التعويم أو التخفيض في سعر الجنيه يوم 6/3، وده بقى اللي حصل معاه الموازنة، يعني عمل شوية موازنات أو شوية تقلبات في الأسعار. السعر اللي نزل بالنسبة للدولار من 70 لغاية 48 أو 50 أو 47.5 زي ما حضرتك بتقول، الكلام ده كله عمل فعلا حوالين، احنا دايما مقدرينه في حدود ال 25 26%، حضرتك بتقول 30 31، ده كلام مظبوط لو بالدقة يعني أكرت بالظبط. واخد بال حضرتك؟ في بقى أنواع من العربيات عشان الناس تبقى عارفة الموضوع شكله إيه. حلو. العربيات الأوروبي اللي هي ذات اتفاقيات تجارة حرة وصفر جمركي ما عدا الضرائب وضرائب الجدول ورسم التنمية، حضرتك العربيات دي زادت في الجمرك تاني حوالي من 10 ل 12% من ثمن العربية، علشان سعر الدولار الجمركي زاد من 31 لل 47.5 ل 47. واخد بالها؟ فده كل من ال 30% او ال 29% كل منهم حوالي 10 12%. أصبح النهاردة المفروض العربية تبقى مسعرة في حتة ال 18% أو 19% ناقص عن سعرها يوم واحد. خلي بالك أنا بقول النزول من يوم 31 يناير 2024، ده اللي كان أعلى نقطة. أيوة. ولكن للعربيات، ولكن علاء بيه، أنه في الحالة دي
سعر الدولار الجمركي هيأثر بنسبة الجمرك من إجمالي ثمن العربية. فأنا عندي العربيات الكهرباء 10%. ما أنا مع حضرتك. الكهرباء مالناش دعوة. الكهرباء 14%. دي رسومها كلها على بعضها. حلو. هنساها وأحطها على جنب. أقل من 1600 سي سي بلعب في 18%. من 1600 لحد 2000 بتكلم تقريبا في 30%، فوق ال 2000 بتكلم في 58%. لا ما انا هقول لحضرتك اهو، ايوه بالظبط حضرتك بتتكلم صح. هندخل بقى على نوع تاني، الاوروبي ال 2000 سي سي. ال 2000 سي سي ما هو الاوروبي ال 2000 سي سي مش 2000، لانه الاوروبي ال 2000 سي سي 1999. ايوه يعني ما بيكسرش. لا انا بتكلم اللي فوق ال 2000. اللي فوق ال 2000 اللي من 1600 ل 2000 ده بيدفع حضرتك ضريبه قيمه مضافه 14%. صح. بيدفع رسم جدول 15%، بيدفع رسم تنمية 5%. صحيح. فده تأثر بالجمارك شوية يا أستاذ يوسف، فعمل موازنة غريبة. يعني هو اللي نزلوا طلعوا في الجمارك. فالعربية الألفين سي سي لا نقصت ولا زادت. أنا بتكلم على الأرقام، وبعدين كل واحد عنده في نسب في عربياته ممكن يعلي ممكن يوطي نسب صغيرة فوق الكلام اللي بقوله. بعد كده العربيات، في مشكلة في العربيات الكوري والياباني الألف وستمية، كوري وياباني وصيني، دي جماركها لها جمارك طبعا مختلفة عن اتفاقية الشراكة. عشان بره اتفاقيات الشراكة. فدي حضرتك نزلت الرقم اللي احنا قلنا عليه 27-28-30% دول، وللأسف طلعت حوالي 25% تاني في الجمارك. فعملت موازنة في السعر. ايه بقى الميزة عند العميل النهاردة؟ ده اللي نوجه ليه بقى. اما حصل الكلام ده، حصل اضطراب في السوق. اضطراب في السوق، الناس اللي عندها بضاعه قديمه، الناس اللي كانت بتتاجر، على فكره الناس اللي بتتاجر في العربيات بره السوق بتاع التجاره دول، كانوا يعني هم حصل لهم بانيك او حصل لهم فزع طبعا من الموضوع، فقال لك ابيع العربيه يبقى باي سعر. ده اللي اثر على السوق وعمل اسعار كويسه جدا. انصح بيها، انصح بيها في هذه الايام، لان هي دي عباره عن شويه اضطراب عند البائعين اللي هم مش تجار اصلا. يعني اللي هم بيجيبوا العربيات للاستثمار كان بيحوش فلوسه في العربيه. قال لك بقى خلاص الموضوع باظ مني، وانا خلاص العربيه جبتها بمليون عشان ابيعها بمليون و200، خلاص هي بقت ب 800 ولا ب 900، يا عم بيع وخلص. دي كويسه جدا وفرصه كويسه، واخد بال حضرتك. لكن الارقام اللي نزلت ارقام كويسه، كان في مبادره بتوع العربيات، انا مش بدافع عنهم عشان انا في الشعبه او راجل بنتمي الى القطاع، هم اسرع واكتر ناس او اكتر تجاره تجاوبت مع الاسعار بتاعه العمله الجديده ونزلت بالاسعار. لان هم اشتغلوا على الفرصه البديله. انا النهارده ابيع العربيه اللي مكلفاني مليون ب 800,000 وارجع اشتريها ب 790 او 780، خلاص يبقى اشتري بدل ما اوقف واوقف السوق. وفي نفس الوقت المستهلك النهائي مستفيد من هذا الموضوع، ويبقى الاسعار متوازنه. واعتقد ان احنا نفضل في التوازن ده شويه كويسين، يا رب ما يطلع لنا بس اي حاجه جديده. نتمنى الثبات يعني. لا احنا مش عايزين الثبات، احنا عايزين الاسعار تنزل. يا ريت يا ريت. على فكره يا جماعه، هو اي سلعه في العالم لو بيتبيع منها كميه اكبر هو احسن، مفيش فيها نقاش. لان الماس برودكشن او الانتاج الكتير بيخلي الحاجه سعرها يرخص، انا اكسب والزبون ياخد سعر كويس. نتمنى لو العمله نزلت عن كده احنا سباقين جدا وهنجري نروح. بس يا الاسعار دلوقتي فيها ناس تحت التكلفه، اللي هم الناس اللي بيتاجروا بالعربيات. بص قولا واحدا، في ناس النهارده بتبيع العربيه ناقص عن تكلفه 47 جنيه، ودي فرصه كويسه جدا للناس تشتري من السوق. طيب انا مش عايز اعول قوي على مثلا يوسف اللي راح اشترى عربيه من سنه ولا سنه ونص عشان يحوش فيها فلوسه ويقدر يحافظ على مدخراته في ظل التضخم وما الى ذلك، لانه في النهايه خالص دول اكيد النسبه الاقل طبعا. عدد العربيات بتاعتهم اللي في السوق كلها نسبة ضئيلة جدا بحجم العربيات اللي موجودة. لكن عايز أركز أكتر مع التجار. يعني أنا لاحظت أنه السعر اللي بينزل من أوفر برايس، ما بينزلش من السعر الرسمي باستثناءات. يعني ممكن ألاقي وكيل فرنساوي أو وكيلين نزلوا السعر، وكيل ياباني تجميع محلي نزل في السعر، ألاقي أنه في إيه تاني، وكيل كوري، مش كل الوكلاء الكوريين، وكيل كوري مش جديد مش قديم بس الماركة هي اللي جديدة على مصر
نزل في السعر، نزل نزلة حلوة يعني، وحضرتك أدرى مني عارف أنا بتكلم على إيه. آه طبعًا طبعًا. على أحمد أبو خوف. طبعًا. أنا بتكلم هنا على كام وكيل؟ على 4 5 وكلاء. من شوف بقى أنا عندي كام وكيل في مصر لسه ما نزلوش بالسعر الرسمي بتاعهم، علمًا في إنه بعضهم بيصنع هنا أو بالأدق بيجمع هنا وبرضه محافظ على قيمة سعرية عالية جدًا للعربية. لا يا أستاذ يوسف، أنا هقول لحضرتك بس، هو الناس اللي نزلت دي كانت لسه عاملة سعر جديد على تكلفة عالية، واخد بال حضرتك؟ ده نزل لأنه كان مكلف فعلا على سعر عالي وكانت التكلفة عنده عالية، وزي ما قلنا نزل بالنسب اللي احنا قلنا عليها. لو حضرتك بصيت على الأرقام اللي هتلاقيها تقريبا اللي أنا قلتها كنسبة، أنا طبعا يعني 500,000 و600,000 و400,000 و200,000 ده تمام. الناس اللي استفادت من هذا الموضوع كمان هم الناس المصنعين المحليين، زي ما حضرتك قلت شركة يابانية فعلا، وهي شركة وعملت السعر وظبطته السعر بناء على ان في كمان الشركات اللي بتجمع محلي توفير العملة لها اسهل بكتير من المستورد. المستورد لغاية النهاردة لسه بلا يدبر راو دولار من البنوك او بالسعر اللي بتاع البنك، ولكن تجاوبا مع الوقت، مع الوقت اللي احنا فيه والاسعار اللي حصلت، حصل التنزيل ده. اللي ما نزلش حضرتك هو ما كانش سعر على العالي اصلا، اصل في حته حضرتك برضه تكون فاهمها يا استاذ يوسف معايا، ان في بعض وكلاء اللي حضرتك ظالمهم دول انهم ما نزلوش، هم ما كانش جالهم عربيات اصلا بالدولار العالي، ما كانش عندهم استيراد للعربيه بالزبط. بالدولار العالي، فكان عنده السعر مسعره مثلا الدولار ب 50 جنيه خلاص، هو ب 50 اخر دفعه جات له وهو كان ب 50 جنيه حلو. من حوالي 4 شهور او لان في ناس فعلا في المستوردين ما جالهمش عربيات بالاربع والخمس شهور من اكتوبر اللي فات، يعني اغلب المستوردين بتوع الوكالات ما جابش حاجه من اكتوبر اللي فات، نزل له موديل 24 جاب كام واحده وحطهم في الشو رومز بتاعته وكل سنه واحنا طيبين. برافو عليك. فهو دول حضرتك هو ما سعرش اصلا عربيه على 70 عشان ينزل بيها، هو اخر التسعير بتاعه كانت 48 45 47 50 في شهر اخر اكتوبر مثلا كان ب 50 او ب 49، فهو ده ما نزلش. فالسوق في انواع كتير وفي وكلاء كتير، احنا عندنا 50 او 52 وكيل ما شاء الله، واخد بال حضرتك؟ فكل واحد عنده تكلفه. ده في ناس ما عندهاش عربيات من شهر 6 2023. طيب ما هو ده اللي انا بقوله، ما دي حاجه مسعر ب 40 جنيه او ب 38 جنيه وبالرغم من كده سعره غالي. ده ساعة ما يجي ينزل العربيه الجديده بقى هيسعرها اكتر مما هو اخر برايس بتاعه. يعني انا شفت وكيل، وان كنت انا بحترم الوكيل ده جدا يعني جدا، لكن حاطط العربيه بتاعته اللي هي تجميع محلي ب 8300، في حين ان العربيات دي داخله من اكتوبر او نوفمبر او ديسمبر حتى، ولما اجي اشوف سعرها في اوروبا كام ليا لو استيراد شخصي ما اتعملليش خصم باعتباري وكيل ولا حاجه، فالاقي ان السعر غالي جدا. العربيه دي كانت من سنتين بتتباع باقل من 2 مليون، مش هقدر اقول ماركتها. لا ما اقصدش الماركه، اقصد عربيه سعرها كام بتقول؟ العربيه كانت من سنتين بتتباع ب 2 مليون وهي تجميع محلي. النهارده انا شايفها قبل العيد بيوم ب 8300. دي مستوردة ولا تجميع محلي؟ تجميع محلي ألماني. تجميع محلي، خلاص عرفت الموضوع. بس كده دي كده غالية جدا، ده كده فيها 2 مليون زيادة. سنتين ما هو حضرتك العربية كانت من سنتين أو سنتين وشوية كانت دولار ب 15 جنيه صح، لاحظ أضرب في 3. لا مش في 3، ما هو حضرتك في عوامل تانية، هو ما فيش العربية أصلا ما زادتش بره، هي العربية زادت لها بره مينيمم 20 30% في التضخم اللي فات بتاع كورونا. زادت حضرتك في مشكلة، يعني احنا بس مش عايزين نطرق هذا الموضوع بتفصيل محدش هيبقى فاهمه قوي. هو موضوع ان وقت ما كان بيتفتح اعتمادات بأسعار والبنك ب 31 كان بيحصل فروقات كبيرة جدا بتدخل الوكيل او المصنع في مشكلة ضرائبية، فلازم يدفع ضرائب على فلوس ما دفعهاش، على فلوس ما كسبهاش، وكل ده كان بيتحمل على العربية. ده النهاردة اتشال كله على فكرة. دي ضمن النزولات الحلوة ان في حاجات اتشالت، واحنا كنا مع
يعني الناس اللي هم المعنيين بمصلحه الضرائب والكلام، كانوا بيشوفوا حل للكلام ده، وفعلا معالي وزير الماليه حط مشكله، حط حل مؤقت لبعض الحاجات. انا مش عايز ادخل في حاجات تانية يعني الحقيقه، ولكنها حاجات طبعا كانت بتعلي في نسبه التكلفه للسيارات. كل الكلام ده ان شاء الله مع توحيد سعر الصرف داخليا وخارجيا بره البنك وجوه البنك، وتوفير الدولار للمجمعين المحليين، ده هيظبط حاجات كتير جدا الايام الجايه. طيب يمكن اخر حاجه يعني هسال عليها علاء بي، احنا ليه ما بنستوردش عربيات كهرباء بالقدر الكافي؟ اولا اوفر لي في الصيانه، انا واحد طبعا من الناس لسه طبعا قبل العيد بيوم عامل الصيانه، انا رقبتي طارت ما اقولكش، كنت قاعد بعيط وانا بدفع. غير غاليه جدا والمصنعيات والكلام. احنا ليه مش العربيات الكهرباء دي عربيه اصلا بلا مصاريف تقريبا؟ طيب يعني بيبقى ليه ما بنتوسعش ان انا بدل ما بستورد عربيات موتورات احتراق داخلي بنزين، طب ما انا اجيب كهرباء هتقف عليا اوفر كمستهلك، هتقف عليا اسهل في البيع كوكيل او موزع الى اخره، وبالتالي هتحرك السوق بشكل اسرع. مشكلة الكهرباء يا أستاذ يوسف لغاية دلوقتي، وهي يمكن في معظم الدول لسه لغاية دلوقتي برضو مع الدول المتقدمة وأكتر مننا وكل حاجة، هي الانفراستراكشر بتاعة المحطات الشحن. أنت عارف، أنت حضرتك أنت لو عندك النهاردة 20,000 عربية كهرباء ماشيين في البلد، كل واحد يقعد يشحن العربية 3 ساعات، يشحن في بيته بقى في بيته، مش كل الناس ساكنة في فيلل، ممكن يشحن عن طريق الفيشه العاديه في الدور الرابع في عماره ساكن في الدور. كل الكلام ده لسه بيواجه المشكله دي. وبعدين هي المشكله في ايه بقى في الكهرباء يا استاذ يوسف؟ ان انا النهارده كراجل مش انا يعني كالمستثمر اللي بيعمل محطات الكهرباء، هيعمل المحطات الاول ولا يجي له عدد من العربيات عشان يحسب تكلفته على عدد العربيات اللي هتشحن عنده الاول؟ او زي ما بيقولوا المثل البلدي بتاعنا، البيضه ولا الفرخه؟ يعني هو هو اللي هيتعمل الاول، نجيب عربيات كتير الاول وتقف تبقى متعطله في الشحن؟ طالما حضرتك بدات الكلام فيها في النقطه دي بايه، قلت المعضله في البنيه الاساسيه، اذا انا اعمل المحطات بتاعتي بناء عليها، انا عايز بنيه تحتيه هتلاقي العربيات كلها هتجي لك مصر بكره. حتى الشركات الاجنبيه اللي هم لها وكلاء هنا في مصر، ودول شركات كتير عندها عربيات كهرباء، هم مش قادرين يفتحوا لهم العربية تنزل مصر بصفة رسمية إلا بعد ما يتأكدوا إن كل خدمتها كبنية تحتية لموضوع الشحن تبقى موجودة. لأن فعلا وأنا بقول على الهوا معاك أهو، أحلى عربية في إنك تركبها، أحلى عربية، ده العربية ما بتتصلحش، ده العربية بتدخل عربية سكر، تعمل انسبكشن كل 30-40 ألف كيلو، صحيح مجرد فحص، هم جركنين مية تبريد وكل سنة واحنا طيبين ولا الهوى. وبعدين الاستهلاك، على فكرة استهلاك القطع حتى فيها أقل، يعني تيل الفرامل ما بدل ما يتغير كل 20-30 ألف يتغير كل 40 ألف. مش عارف البتاع ده، العربية نفسها خفيفة، الكاوتش ما بيستهلكش زي التاني، لا ده في حاجات كتير جدا، والفرامل وما إلى ذلك، صحيح. وبرضه الدولة عندنا ما شاء الله عاملة لنا التراخيص حلوة طبعا حضرتك، طبعا فانت بتوفر ارقام، اديني بنيه تحتيه العربيات الكهرباء هتلاقيها جايه لك بكره. اذا انا ادعو حضرتك انك تنورنا، نقعد نتكلم شويه على موضوع العربيات والاسعار ومساله البنيه التحتيه للاستيراد علشان نقدر نستورد عربيات كهرباء فيما بعد، نصنع ده نحن اللي نتشرف، وممكن نقعد نتباحث في حلول اذا يعني استطعنا. عينينا يا باشا كل حاجه، وتنورنا تنورنا المشاهدين على راسنا، وفرصة جميلة جدا انا سمعت صوت حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك بالصحة، احنا دخلنا على طول من غير ما نعيد. حضرتك كل سنة وحضرتك طيب، ويعيدوا عليك بالخير يا رب دايما يا رب. اللهم امين. كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر للاستاذ علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية.